يا سلام الحرية. هذا العصفور بري مسكته اليوم، كان فات في الجراج، وهي صار له تقريب ساعتين، جبت له قفص وجبت له أكل ومية وبيجل، حطيتها في الماء ولا راضي يهدى من حد ما جبته لحد الآن، يعني تقريبا ساعتين إلا ربع. شايفين الحرية؟ بدي أفلته بعد شوي، بدي أفلته، خليه ينبسط برا في الجو. يا حرام، هذا فريدوم فايتر. هيو بحاول من جميع الجهات في القفص انه يلاقي منفذ يخرج منه. ما تخاف، بس تهدى شوي بفلتك. وانا كنت مشتاق واقول اذا لقيت في محل الطيور واحد زيك بشتريه، لكن لم اجد لحد هلا من هذا النوع من الطيور. معناته هذا الطير بري لا يصلح للبيت. واو، هلك. يلا خليه للذكرى، وتقول انه عزت بعد ما مسكني وألقى القبض علي أطلق سراحي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بدي أفلتك وأتوكل على الله، وبارك الله فيك وتعيش وتخرف غيرها إنك تدخل في الجراج. يا بي، طول الوقت على هالمعدل. هذه البحث عن الحرية. طيب تعال، وهذه آخر صورة إليك، حتبقى ذكرى يا أفندي عند عزت. واو، ولا قادر يهدى يوقف حتى أخذ له صورة زي الناس. اطلع، خلاص بدي أفلتك. في أول شهر 4، يلا. ولا يمكن يهدى، مش راضي يوقف في مطرح.